أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي الطلاب الصف 11. هذا هو الأسبوع الأول من الفصل الثاني. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنتناولها، وباختصار سنقرأ قصيدة جميلة جدا للشاعر حبيب الزيودي، فيها يستذكر أهله ومنزله وكل التفاصيل الجميلة في حياته. ستتألف هذه الوحدة من نص مهم، وهي قصيدة يتحدث فيها الشاعر عن ذكرياته، حنينه إلى ديار أهله، يعبر فيها عن التصاقه بالأرض والمكان، يستعيد الماضي، يعود فيها إلى ذكريات الطفولة والصبا، يذكر ملامح تلك الأيام، الذكريات ولا سيما ذكريات أيام والده، مع تأكيده على التراث وقيم الآباء والأجداد ومبادئهم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، منطلقاً من تجربة واقعية بشكل يشيع الحياة في النص. يقول القصيدة: كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي، ورجع سرباً من الذكريات تحوم مثل الحساسين حولي، أبي في المضافة والقهوة البكر مع طلعة الفجر، عابقة بالمحبة وصوت أبي الرحب يملأ القلب طمأنينة وهو يضرع لله حين يصلي. كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي، ورد الممر العتيق إلى بيتنا والسياج، ورائحة الخبز مبتلة بحليب النعاج، ونافذة هي كل الطفولة، ونفرح حين يكون أبي عند بوابة الدار منشغلاً عن شقاوتنا، ويرحب بالجار في غبطة ويلهي: هكذا يا أبي كل شيء تلاشى، ولم يبقى من فرح العمر إلا الصور، الممر العتيق يحن لوقع خطاه، وقد جف بعدك عشب الممر. كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي، كلما دندن العود أيقظ في تعاليلهم بعد طول الركود، وذرذرها في ضميري، وعاد أبي وهو يفرش قريتنا هيبة، وإخوته من حواليه سرب صقور، وجوه إذا عتم العمر طل على عتمة العمر مثل البدور، منازلهم عند سفح الكلام مشرعة للندى والضيوف، وقوفا بها يا خليلي إني توجدتها فأطيل الوقوف، وقد عمروا بالمحبة جدرانها وأضاءوا مداخلها العاليات وعلوا السقوف. هذه القصيدة هي لحبيب الزيودي، الشاعر الأردني الذي عرف بقصائده الوطنية والغزلية والقصائد التي يحن بها إلى مضارب أهله في البادية. يتصف شعره بالبساطة واللغة العذبة الصافية، ويصدر عن وعي حقيقي لواقعه الاجتماعي. ومن أعماله الشعرية طواف المغني وناي الراعي والشيخ يحلم بالمطر ومنازل أهلي الذي أخذ منه هذا النص. بعد ذلك عزيزي الطالب، وكما هو معتاد، سننتقل إلى أسئلة المعجم والدلالة. سنستخرج الكلمات: دندن العتيق يضرع مشرعة من المعجم. نفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة، وأيضا نفرق بين كل زوجين سرب وقطيع، لماذا تستخدم هذه الكلمة ولماذا تستخدم هذه الكلمة، غبطة، حسد، المادة اللغوية أو الجذر اللغوي لذكريات، رائحة، مبتلة، تلاشى. هذا هو عرض سريع ومبسط لما سنتناوله خلال الأسبوع الأول من الفصل الثاني. أتمنى عزيزي الطالب أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.